يسعد صباحكم عن جديد. برجع بذكر عم نطلع عليكم بآخر يوم من الإفطار بالسنة، قد يكون غدا شهر رمضان مثل ما أنا حاسس على الأقل شخصيا، لكن بعد غروب شمس اليوم بينتظروا العالم الهلال ليتأكدوا أنه بكرة أو حتى بعد بكرة أول أيام شهر رمضان المبارك. إذن رح نستقبل أول يوم من أيام شهر رمضان المبارك، ورح يبدأ معه الصيام يلي بيحمل بعض الصعوبات وبيتطلب صبر وتحمل كتير من الصائم وخاصة بأول الأيام. لهيك نحن اليوم ورد خصصنا فقرة التغذية ضمن صباحنا لحتى نقدم أهم النصائح لكيفية التصرف بأول يوم من رمضان تحديدا، وأيضا الأيام القادمة، وشو هي المحاذير وكيفية تمضية كامل الشهر من دون اكتساب وزن زائد. يمكن هذا الموضوع اللي بخوف الكثير من الناس، وراح تحدثنا بهذا الموضوع اختصاصية التغذية الدكتورة ثواب الغبر. أهلا وسهلا فيك. يا أهلا وسهلا يا صباح. يسعد صباحك دكتورة، وكل عام وأنت بخير، وإن شاء الله يا رب رمضان كريم عليكي. رمضان سفرة سحور، 7 ساعات إفطار فقط، هاي 7 ساعات بيقضي فيهم الصائم وقته بالأكل بالشرب بتعويض ال 16 أو 17 ساعة اللي كان صايمون، وهون بتجي العادات الغذائية اللي بيضيعي لك. حيث الله علينا، وإن شاء الله إلهي مثل ما بيقولوا ناخد دروسه أكثر ما نهتم بس بالأكل والشرب تبعه. هلأ الفكرة مثل ما قلت في أخطاء كتير شائعة عنا ياها بتاخدها من قوة العطش تبعنا بالفترة الأولى أول ما بيأذن المغرب. أول شيء ما حد ما متذكر غير بريق المي وبريق العصير، يعني على هالفترات الساعات الصيف الطويل الصيام تعطي حلقه الواحد بيجي تماما على اخر نفس، فاول شيء بتذكره بريق المي. اكثر خطا بيوع فيه الصائم زياده نسبه الماء قبل ما يصير عندك اياها يدخل الطعام، لانه بيعبي بيقول اذا انا عبيت معتي مي انا ما عاد فيني اكل هذا الحكي، فبيصير عندي عمليه فسد لعمليه الهضم بالجسم. فاكثر شيء بيسبب السمنه عندنا يا خلال فتره رمضان اول شيء الاكسار او تعدي التوازن بشرب السوائل البدائيه. فنحن بننتبه انه اولا شيء ثاني بتلاقيهم اذن المغرب حتى الشرب على الواقف كثير عندنا يا هذا الشيء، ولا عندهم اي مشكله العالم توقفوا على الهي وبيحطوا البريق على تمهم وبينزلوا فيه وبينزلوه خالص. تمام خالص، يعني من أسوأ شيء انك تشرب على الواقف، يعني حتى هذا من الطب النووي انه رسولنا الكريم انه عن جد حرم هذا الشيء، مو حرم يعني قال مكروه جدا، بس الفكره الاساسيه اللي انا بياك تنتبه عليها انه الواحد ما يفوت كميات عاليه من الماء على بئان واحد، الشرب على 3 دفعات حتى لو كانت دفقه الارتواء من ألذ نعمه الله بيعطينا اياها حتى اكثر من لذه الطعام. لذه العطش العطشان وقت بيشرب المي اكثر من 100 شهوة بطن، يعني ما بيعرفها الا اللي ضايق فترات الصيام الطويلة، وهالفكرة هي كلياتها وهو اساسا فائد سوائل بشكل معين، لكن ما بدنا هالاحساس هذا يضرب لنا معدتنا، لانه اكبر سبب للبطن هو عدم توازن نسبة السوائل داخل فترة المغرب. تمام. طيب يمكن كمان يعني الناس دائما بيفكروا باول يوم رمضان وهي فترة السحور، دائما يمكن بيحاولوا يتجهوا انه يتناولوا كمية كبيرة من الطعام كرمال يخزنوا هن خلال النهار. طيب على السحور يلا نازل يلا حيقدم بقى، يعني ما وبيتناول يمكن مختلف انواع الأطعمة، فهذا الشيء ممكن يسبب لهم مشاكل كثير كبيرة ومؤذية للمعدة، فهون شو لازم يتصرفوا؟ شو هي نوعية الأغذية اللي ممكن يتناولوها وتعطيهم طاقة وأيضا تضل مخزنة داخل معدتهم؟ بالضبط، هلا عسر الهضم بيرافق هلا بفترة شهر رمضان، لأنه برجع بساعات معدة ما اشتغلت صلاة ساعات طويلة، زيادة حامضية عالية بتكون إفرازها بفترة قبل المغرب تماما، وهلا بتلاقي حالة أن عندها أعمال متراكمة، عندها 7 ساعات بدها تنطحن فيهم طحن. هون مشكلة الصيام هون بقى عندنا نحن ببلادنا. هلا الفكرة كثير في بلاد بالدول الخليج لا بيحلوا فترة الإفطار أخف بكثير من فترة السحور وبياخذوها على هي. أنا بقول الأكل على دفعات كثير مريح للصائم، خاصة بساعات إفطار عضميها بسيطة جدا. هي نقطة. النقطة الثانية السحور الحارق اللي بيحوي على مواد فيها نسبة بوتاسيوم عالية جدا، بهيك فترة عنا ياها بتخلي الصائم ما يعطش وينحف. والنقطة الثانية أنا هلأ بدي إجي أحكي عن السحور الحارق اللي حنحكي عليه، نوعين السحور الحارق إذا جبناه نحنا وفطرنا بتناول عنا يا وجبة عنا ياها خفيفة بالنسبة لنا. أنا مو ضد التنوع، لكن أنا اليوم بدي أحكي لأخواننا المشاهدين إنه كتير مهم يكون السفرة تبع رمضان بسيطة. ليه؟ لأنه وقت بتكون سفرتك بسيطة أنت
حتاخذ فائده الاكل اللي انت جايب عم تحطه اكثر. وسبحان الله نحن بفتره هلا مارقين بازمه ببلادنا، فيعني الاسراف بتناول الطعام هذا كمان فقدان لنعمه عنا اياها لا شعوريا، فما بدنا نفوت بالاسراف والبزخ، ما بدنا نقضي نسائنا وامهاتنا تقضي بالمطابخ لترضي ذوق هذا وذوق هذاك وذوق كل يوم في وجبه اساسيه سمبل تكون. حنقول نحن ما بدنا نقول انه ما بده يشرب الانسان على السن النبويه، نقول 3 تمرات كبايه مي بتوجه الواحد لصلاته ومن ثم عند اياه بفوت بيتناول الوجبه الاساسيه. هلا لمو شاي احكي معلقه شوربه وطبق سلطه وثلاث معالق، يعني هتفاجأ بانظمه رمضان مثلا بجيب بقول بدي له للصائم 3 معالق معكرونه 4 معالق سلطه 2 زبده، ما احلاني وحط العداد على صحنه لاخين وشاهد وعادي عم صار له 17 ساعه صايم. يعني هذا الحكي انا كثير بلاقيه فاشل، يعني خلص كل اكل بشكل سمل سهل بسيط. حنعطي اليوم سحور حارق غني بماده اسمها البوتاسيوم، البوتاسيوم بيمنعك من العطش، الاخوان اللي عندهم مشاكل ضغط اكثر ناس بتعاني من الصيام، لانه الاخوان المرضى السكري ما بتخليهم دكاترتهم يصوموا، مريض الضغط هو اللي اكثر شيء غايبه عنه حبه الضغط فترات طويله، هذا اللي اكثر شيء لازم نوازن له اموره، خاصه فقدان السوائل عنده اياها عاليه. فبتلاقي انه هذا الانسان اذا اهتم بسحوره ضل طول النهار عندك يا ماله عطشان تعب ماله تعبان. في عنا حنحكي كل العادة يمكن حفظوها أخواننا المشاهدين في ساعة مشي ذهبية كثير نستغلها. شيء ثاني وجبة بعد التراويح كثير مو غلط إنها تكون وجبة فيها سكريات، شلون حرق كل وجبة بالإجمال أنت شو حاطط على صفرتك تقول باعتدال. حنحكي عن تقليل امتصاص الأكل كيف أنا آخذ فائدته وقلل امتصاص المواد السيئة فيه. تمام، فإذا رح نحكي عن كثير قصص بفترة الإفطار لحتى يكون الإنسان براحة ومعدته ما كتير ممتلئة ويقدر يتحرك ويمارس نشاطاته الروحية أيضا من صلاة لعبادة لصلة رحم لباقي القصص الثانية. نبدأ بالسحور اللي حكيتي عنه كتير دكتورة، شو هذا السحور الحارق؟ يعني نحن بدنا سحور يخزن معنا 17 ساعة مو يحرق معنا 17 ساعة. فهو شو السحور الحارق؟ هو حيخزن المي عندك ياها نسبة السوائل السليمة. النقطة الثانية يحرق ما أخذته من بقايا فائض عندك ياها بفترة المغرب. فهذا السحور الحارق هو سحور غني بمادة اسمها البوتاسيوم. هلا أنا حاعطي طريقتين لعصيرين بإذن الله تعالى إذا الأخ المشاهد كثير التزم فيه أو الأخ الصائم التزم فيه كثير حيلاقي فرق بجسمه، حتى حيلاقي فرق بشكل البطن تبعه وبشكل عندي بالوزن. هلا في عندنا نحن بنجيب قطعة ثلج تنضرب بالخلاط مع موزة وعصير برتقالتين، بالنسبة لي بتصير عندي مثل السلاش فواكه. هذا السلاش فواكه ممكن هلا نزل الدراء عنا اياه كلها مادة غنية فينا نحط دراء فيه. هذا السلاش فواكه اتاخذت منه كوبين عندي اياها بالنسبه لي مع 3 تمرات، هذا كثير رائع جدا كسحور حارق، نحط قدامه صحن لبنه تاكلت بالخياره من دون خبز. انا من الناس اللي بشجع السحور ما يكون فيها لا خميره ولا خبز حتى يصير عندي تنزيل وزن ان شاء الله، بستغل شهر رمضان كمان لان الاقي وزن عندي ناقص 5 كيلو مو زائد 5 كيلو على فتره العيد. فهذا السحور الحارق هذا برجع بقول لبنه بالسلايتات الخيار مع هذا السلاش الحارق هذا بتحس حالك على اخر ساعه برمضان على اخر ساعه عفوا بالمغرب مالي محتاج اي شفه مي. فبحس حالي توازن السوائل في توازن بالبوتاسيوم، عضله القلب مرتاحه، مفيد جدا هذا السحور للناس اللي عندها مشاكل ضغط. حتى بتلاقي البطن مسطح لانه ماده الدراء والموز والانانا وحتى لما نحكي ثمار باهظه السمن نحن بنعرف هلا المشاكل تبع الوضع تبعنا، لكن نص موزه بتكفي مع عصير برتقالتين فينا نحطها لنعوض بالدراء. هدول المواد البوتاسيوم بتحافظ لك على تنظيف كولون مسطح، يعني حتى النفخه تبع المغرب بتشلك اياها. فهذا من اول نوع من السحور الحارق. السحور الحارق الثاني اللي انا بدي اقول عليه هو اللبن وبزر الكتان واثنين خياره، وكمان انا بقول كمان شيء اسمه شيء من العجوه، يعني هذا كمان يتاكل من دون خبز، يعني صحن عجوه يتاكل بالشوكه بهالطريقه هي، ما بدي اجبان بفتره السحور. نحن بنوع بمشكله كثير كبيره انه بنحط الجبنه وبنحط الزيتون والزعتر والامور هي، هدول بتخليك تعطش بشكل اسهل، يعني مو تضطر مثلا مرق لقمه لقمتين لتغيير النوع مو اشكال.
منقع كمان بتلاقي عم يتسحر بطيخ وجبنه، يعني سمبل. وهلا البطيخ كثير مميز، كثير بنحكي عليه، ثمره البطيخ ثمره رائعه، لكن مشكلتنا ببلادنا ببلاد الشام حد ذاتها بناكل هالاكلتين سوا مع بعضهم. هدول ببلشوا بيعملوا لك عفونه بطن اذا تجاوزت الكميات، تقريبا كميات اكثر من شيء من قطعه كبيره. فالبطيخ رائع جدا، لكن نحن مشكلتنا بنعبي بطننا فيه بكميات عاليه بنقطع منهم بحيث ما بنقدر نتحمل يعني اغراء وهالامور هي. هذا بيعمل على الماده السكريه في مع الاجبان بتعمل عفونه شوي بالبطن، خاصه للناس اللي بتعاني من مشاكل نفخه. فاللي بيطلع ببطيخه مع جبنه بتحس حاله انتفخ البطن تبعه. مو ضد البطيخ لكن ضد الاكسار منه على فتره السحور، بحبه بعد التراويح. فهي الفكره الاساسيه. نجي بقى لفكره وجبه المغرب. وجبه المغرب عندنا اياها، برجع بقول انا من الناس اللي بحبز انه تكون سمبل وبسيطه، ما تكون 100 صنف ونوع وهالامور هي كلياتها، اللي تركز العصارات الهاضمه لهضم انواع معينه. هلا كشكل مجمل، اي انسان لقى صفرته غنيه بماده كربوهيدراتيه، يعني في معكرونه، في رز، في نشويات، في بطاطا، الماده تخلي التفاح برجع بقول تقلل من امتصاص الجلوكوز بالاثني عشر. مو يعني حتحرق لك، ما فينا نحكي على المستوى العلمي انه هي المعلقه حتحرق الاكله، لا، لكن انا عم اقول بتقلل امتصاص، يعني مثل اخذت شيء اسمه قللت الدخول لها لهي الوجبه هي. هلا اذا انتقلنا للبروتينات، البروتينات اكثر ماده بتفيد وبتساعد عمليه هضمها وبتخل تحس حالك انك هضمتها بشكل لطيف، هو دبس الرمان. طبعا دبس الرمان البيتي، يعني اللي مو هو كله سكر تبع السوق والامور هي كلياتها. معلقه دبس رمان بالسلطه لوجبه غنيه بالبروتينات مثلا، او الفول، يعني هلا بتعرف سفره رمضان غنيه بالفول مدمس، في غير انه لحوم وجاج، في عندي بقوليات، البقوليات تبعها كثير عاليه، فهنا نحن بنقول معلقه دبس رمان كثير بتساعد على هضم هي الامور هي. الشغله الثالثه المواد الدسمه، المواد الدسمه سيد امورها لهضمها هو الشاي الاخضر، اي ماده ساخنه. والناس اللي عندها مشاكل قولون فضل تقيم الشاي الاخضر، تحط استبدل عواضه ونعنع وشمره. النعنع والشمره للناس اللي عندها قولون عصبي بعد وجبه الافطار رائع اكثر بكثير من الشاي الاخضر. لكن الشاي الاخضر للاكل اللي هو فيه صوصات ودسم وزيوت وهالقصص ومقالي وهالامور هي كلياتها، فنحن بنقول الشاي الاخضر. ووجبته كلها متكامله من هدول الثلاثه، يحط هدول الثلاثه ما غلط. ليش بده يصير بجسمنا يعني برمضان؟ هلا شغله، يعني المعده هي حتاقلع. ويمكن هو اول فتره، يمكن دكتوره يعني الاشخاص الصائمين بيلاقوا صعوبه كونه ليقدروا يتاقلموا، يمكن مع وقت الصيام الطويل، ايضا تقدر تتاقلم المعده على نوعيه الاكل اللي عم يدخل لها، يعني خاصه انه هو عم بيكون في تنوع كثير كبير. بعض الاشخاص ايضا بيعانوا من مشكله اذا كانوا هن متعودين على المنبهات بشكل كثير كبير، فبيحسوا انه دائما عم بيعانوا من وجع راس، من عدم صحصحه اذا فينا نقول عنها بشكل كثير كبير. هي بدايه اول ثلاث ايام بس، لذلك اليوم لاخواننا الصائمين ان شاء الله بكره او بعد بكره، انا هلا بقول لهم يقلعوا اليوم عن الكافيين، يوم لا يشربوا قهوتهم بنفس التوقيت مشان ما يصير وجع راس بكره، ينقطعوا عنا نهائيا او يعني اليوم يغيروا توقيتها للمساء، لانه هلا بده تصير توقيت الفنجان القهوه حيصير عند اخواننا الصائمين بعد المغرب. فالفكره اليوم اذا لسه ما شربت قهوتك لا تشربها، معلش هلا، حتى لو مزاجك تعكر هلا وانت هلا شوي مفطر، ممكن هلا تصبطه بسكر بشي شغله، بس اجمالا نقول هلا الكافيين، نقول قبل يومين من رمضان بتمنى اخواننا المشاهدين يغيروا توقيت ساعه القهوه تبعهم حتى ما يصابوا بصداع عالي بفتره اول يوم وثاني يوم، لبين ما تنتظم الخلايا البيولوجيه بالجسم او الساعه البيولوجيه بالجسم. شيء ثاني، المنبهات افضل وقت لها نحن بالنسبه لنا. مو غلط انك تاخذي قطعه حلو صغيره بعد التراويح مع فنجان قهوتك، بالامور هي كلياتها، خاصه هلا الاخواننا الصائمين ما حتلاقي في كثير فتره نوم بعد التراويح او هالهي، بيسحبوها للصبح، النوم هو الاساسي بعد صلاه الصبح. ما في وقت، ما في وقت. هلا هو اجمالا بيقول حتى الواحد يقعد بعد الفجر يكون مصحصح والامور هي كثير سهله، لكن قبل عندك يوم بتحسي حالك لو شربتي طويل ما بنقدر نحكي هالملاحظه. الشيء اللي بيهمني امره من اهم انواع المنبهات غير القهوه اللي بدي اياه ينتبه اخي الصائم خاصه بالعشر الاخير مشان يتقوى على عبادته، هي الكاكاو. الكاكاو رائعه جدا، بتحس ما عاد في ساعات نعاس بحاجه لها. النقطه الثانيه، 3 ساعات نوم بتكفيك. الشيء الاهم هلا في شيء اسمه التنفس الصح للاخ الصائم، التنفس الصح بيعمل عمليه حرق بالجسم باستقلابه. هلا بدنا نلاحظ انه بدنا نستغل فتره رمضان لتنظيف الكبد، الكبد كثير رائعه بينظف بفتره رمضان، وفي ساعه مشي كثير بنبه عليها من هداك رمضان منبهين عليها من الساعه 5 ل 6 مساء، هي العضله هون سكرها عندي اياها بقمه انتفاضه.
هلا خطوتين ثلاثه ما عند الخليه العضليه غير الدهن تحرق منه، وفي ميزه لهالساعه كمان انه في لسه ساعه لتاكل، فبتكون حرق شحم على الاخر، في شد عضلات فيها وكل هالامور. ان شاء الله بنتمنى الهي رمضان يكون كثير رائع هالسنه، وان شاء الله فرج ورحمه على بلادنا وبلاد الشام بالذات، وان شاء الله كل عام وانتم بالف خير. وانت بالف خير ان شاء الله يا رب، والله بيستجيب لدعواتك. بدي اتشكر وجودك معنا لليوم دكتوره ثواب الغبره، اهلا وسهلا فيك. شكرا كثير لك دكتوره، ورمضان كريم عليك وعلى كل عائلتك. مشاهدينا، حتى الصائم مثل ما قالت الدكتوره ثواب لازم يمارس الرياضه، ما يتحجج ابدا بالصيام والساعات الطويله حتى ينقطع عن الرياضه ولو ساعه قبل الافطار او حتى بعده. بيقولوا انه الشخص المدمن كمان على التدخين والمنبهات بيقدر يقلع عن هالعادة المؤذية خلال شهر رمضان وإذا مارس الرياضة، لأنها من أكثر الوسائل المساعدة حتى تخفف من آثار التبغ الضارة. كرمال هيك حركات رياضية جديدة مع الكوتش مراحل.